السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم مع بعض عن التعديل في مظاهر الصور باستخدام الفلترز. طبعا زي ما احنا عارفين، كلنا عارفين يعني ايه فلتر، ويمكن كتير مننا بيستخدمه دلوقتي في تعديل الصور سواء على الموبايل او على الكمبيوتر. احنا ان شاء الله هنتعرف على معنى كلمة فلتر، وهنعرف مع بعض ازاي نقدر نعدل في مظهر الصورة بتاعي باستخدام الفلتر. بيقول لي كده في البداية ان انا علشان استخدم الفلتر في الصور، ممكن من قائمة فلتر، تمام، بختار الايه الفلتر المناسب ليا. طيب تعالوا كده مع بعض نفتح صورة بقى جديدة. علشان نبدأ نعدل فيها زي ما احنا عايزين. ادي هاي الصورة. تمام، بيقول لي من قائمة فلتر اهو، هبدأ استخدم اشوف كده واحد واحد. اول فلتر عندي اسمه بلور، شايفين عمل ايه؟ بيقول لي انه الفلتر اللي اسمه بلور دوت يعني بيعمل زي عملية طمس او تعتيم للصورة، يعني بيخليها زي كأنها مش واضحة كده. تمام، طيب عندي بقى حاجات كتير او انواع كتير في الفلاتر، بس هو اللي احنا مقرر علينا في المنهج بتاعنا هو الفلتر اللي اسمه ايه، اللي اسمه بلور. لكن الباقيين كلهم بالنسبة لي ابقى عارفهم كده معرفة يعني. فاحنا ممكن نجرب كام واحد كمان. بصوا مثلا ده، تمام، في هنا مثلا اللي هو ديكور ده، تمام. هتلاقوا بقى اشكال كتير قوي ممكن نبقى نجربها مع بعض. تمام، دي كده اشكال كتير قوي للفلترز. تمام، ممكن نبقى نجربها مع بعض في المعمل ان شاء الله. ماشي، طيب دي كده جميع انواع الفلاتر. يبقى انا بستخدم الفلتر في ايه علشان اعدل في المظهر بتاع الايه، بتاع الصورة. تمام كده. طيب هناخد ايه كمان وعرفنا؟ انا بس مهمة عندي ان انا اعرف ان انا عشان استخدم التطبيق اللي اسمه فلتر بضيفه من قائمة فلتر، وبختار الفلتر المناسب للصورة بتاعتي. طيب هتكلم عن ايه كمان؟ هتكلم عن انواع الصور. انا عندي نوعين من انواع الصور. اول حاجة عندي صور اسمها صور نقطية اللي هي الراستر ايمج، وصور اسمها صور متجهات اللي هي الفيكتور ايمج. ايه الفرق ما بين الاتنين؟ علشان السؤال ده مهم جدا وبيجي لي ساعات في المقارنة. الصور النقطية ديت بيقول لي هي عبارة عن نقط متجاورة اللي هي البكسل. يعني ايه بكسل؟ دي زي عبارة عن صفوف واعمدة. الصفوف والاعمدة ديت التقاطع بتاعهم بيكون لي نقط، النقط دي بسميها بيكسلز. كل ما البيكسلز ديت كترت او زادت، تمام، كل ما زاد وضوح الصورة بتاعتي. تمام، طيب الصور دي المساحات التخزينية بتاعتها بتبقى كبيرة، بتتغير جودة ووضوح الصور عند تكبيرها او تصغيرها. يعني كل ما كبرت الصورة او صغرتها فانا كده بزود ايه، عدد البيكسلز ديت. مش ساعات بنسمع مصطلح كلمة ايه ده، الصورة مبكسلة شوية، الصورة مش واضحة. تمام، يبقى لما الصورة بتكبر او بتصغر ده بيتغير في جودة ووضوح الصورة بتاعتي. تمام، طيب تاني حاجة او تاني نوع اللي هو الفيكتور ايمج ده بتتميز بان الصورة لما بتكبر او تصغر ده ما بيتغيرش في وضوحها او في جودتها، والمساحة التخزينية بتاعت الصور ديت بتبقى ايه، بتبقى صغيرة.
ماشي، يبقى السؤال دوت نخلي بالنا منه لانه ممكن يجي في الامتحان. طيب عندي حاجة تانية اسمها الوضع او الحالة اللونية للصورة او الايمج مود. ايه الايمج مود ديت؟ انا عندي تلات انواع للايمج مود. عندي الار جي بي كولر او الار جي بي مود، وعندي الجري سكيل مود، وعندي الاندكسد مود. طيب تعالوا نتعرف على كل واحد كده. اول حاجة او اول وضع عندي اللي هو الار جي بي مود. الار جي بي مود دوت بيقول لي ان هو عبارة عن الصورة الملونة. طب الصورة الملونة او الار جي بي مود بتتكون من ايه؟ بتتكون من تلات الوان اساسية اللي هي الريد والجرين والبلو، تمام؟ وده بيبقى عبارة عن ماسك او اتحاد الالوان ديت مع بعض، تمام، علشان يدي لون واحد من الالوان ديت. طيب عندي بعد كده الجري سكيل مود او الصورة اللي هي اللي باللون الرمادي او زي ما احنا بنقولها اللي هي باللون الابيض واسود، تمام. بس انا عندي ملحوظة مهمة جدا بتقول لي ان انا ممكن احول الصورة من ار جي بي مود، من صورة ملونة، لجري سكيل مود باختيار الامر جري سكيل من قائمة ايمج. لكن لما اجي احول الصورة من جري سكيل مود ما بعرفش ارجعها تاني لار جي بي مود لان هي بتفقد بياناتها اللونية، تمام. يعني انا ممكن احول من الصورة الملونة للصورة الابيض واسود، لكن ما اقدرش اعمل العكس لانها ساعتها بتفقد بياناتها اللونية. وتالت وضع عندي اللي هو الاندكسد مود، واللي هنا بيتكلم عن ان انا ممكن من قائمة ايمج برضو اختار الاندكسد مود، وهنا بيديني نشاط ان انا ممكن اضغط على اللينك دوت وابدأ اجيب بعض المعلومات عن الار جي بي مود او الجري سكيل او الاندكسد مود والاوضاع بتاعة الصور، تمام. في نشاط هنا مميز جدا في انه بيتعامل مع طبقات الصورة وبيتعامل مع النسخ والقص، وبيتعامل كمان مع الحالة اللونية للصورة. طيب النشاط دوت انا هخليه نعمله مع بعض في المعمل ان شاء الله، لانه نشاط كبير وفي كذا حاجة لازم نبقى نمسكه كده بالتفصيل. والنشاط دوت الميزة زي ما انا قلت لكم فيه انه بيتعامل مع كذا حاجة من الحاجات اللي احنا خدناها، وهي طبقات الصورة والالوان والحاجات دي، تمام. اخر حاجة هتكلم عنها اللي كنت اتكلمت عنها المرة اللي فاتت هتكلم عنها تاني، وهي تصدير ملفات الصور. واحنا قلنا انه انا عشان استخدم الصورة بتاعتي واقدر افتحها على برنامج جيمب بامتداد CF، ده بستخدم ممكن اعمل سيف للفايل بتاعي او للملف بتاعي من قائمة فايل. اما لو انا عايز الملف بتاعي اعمل له عملية اكسبورت، فده معناه ان انا هبدأ اختار امتداد تاني غير الامتداد اللي هو الـ XCF، ممكن زي الـ BNG او الـ GIF او الـ GBG. كل دوت ممكن يفتح لي الصورة بتاعتي على اي برنامج صور تاني غير برنامج الجيمب، وهو ده الفرق ما بين الامر سيف والامر اكسبورت. وبرضو السؤال دوت ممكن يجي في الامتحان. احنا بكده نكون انتهينا من الوحدة بتاعتنا وانتهينا من برنامج جيمب بالكامل. ان شاء الله اشوفكم على خير المرة الجاية.